عالم الزلازل الهولندي يحذر مرة أخرى: كونوا في حالة تأهب قصوى من 11 إلى 13 من شهر إبريل الجاري، فهناك احتمال لحدوث زلزال كبير. هذا ما جاء في تدوينة على منصة إكس نشرها خبير الزلازل فرانك هوغربيتس. الزلزال الكبير الذي توقع فرانك حدوثه لم يتم تحديد مكانه، لكن تم تفسيره باقتراب قريب لأربعة اقترانات كوكبية من 9 إلى 11 من شهر إبريل الجاري. هذا التفسير جاء في نشرة فلكية صادرة عن هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يترأسها العالم الهولندي، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض. تحذير الخبير الهولندي من حدوث زلزال كبير سبقه تحذير من نوع آخر، فالاقترانات المتتالية للكواكب التي فسر بها تنبؤاته لها تأثيرات أخرى جانبية، فهي تفرز تأثيراً كهرومغناطيسياً قد يسبب رنيناً أو طنيناً قوياً في الأذن للأشخاص الحساسين، بحسب ما ورد في تدوينة أخرى لخبير الزلازل. التوقعات التي ينشرها فرانك على الزلازل غالباً ما تثير الرعب وتنشر الهلع حول العالم، خصوصاً أن هذا التوقع الأخير يأتي على بعد أقل من أسبوع عن الزلزال الذي ضرب ساحل جزيرة تايوان. ورغم الجدل الذي يحدثه بتوقعاته، إلا أن عدداً من العلماء أكدوا عدم وجود طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها.